يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين مذهب الحلول ومذهب الاتحادية؟ لا فرق بينهما. الاتحاد لا، فيه فرق، نعم فيه فرق. الاتحادية يقولون إن الله هو الأشياء، وهو لا هناك خالق ومخلوق، كل الوجود هو الله. أما الحلولية يقولون لا، هناك خالق وهناك مخلوق، لكن الخالق يحل في المخلوق، بينهما فرق. لا شك أن الاتحادية أشد كهرا من الحلولية. نعم.